واحد بيقول هل الملائكة في طبيعتها الخجل، الخجل يعني الكسو، ولذا فهي تغطي وجهها بجناحين؟ لا ده مش خجل، ده أمام ربنا يعني نوع من الهيبة والتوقير، مش قادر يرفع عينيه في ربنا فبيغطي عينيه. زي واحد مثلا يقول في الصعيد انه طول عمره ما رفع عينيه في وجهه، فدول ملايكة ما عندهمش القدرة انهم يرفعوا عينيهم فوق ربنا فبيغطوه، مش مسائل خجل، انما مسائل توقير واحترام. بيقولوا هل يجب على الفتيات ارتداء الاشارب اثناء جلوسهم بالمنزل لئلا يخجل الملاك الحارس؟ لا يا ابني، لا لا لا، في البيت تاخد حريتها، ده انت ناقص تقول ما تروحش تستحمى.